السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس عبد الله موسى. إن شاء الله اليوم راح نكمل حلقة أخرى من حلقات بي اف سنس، واليوم راح نتحدث عن البي اف سنس ونربطه بالاكتيف دايركتوري. طبعا لاحظت في الفترة الأخيرة، أو كان زمان ما حدا يعني يطلب الربط بين بي اف سنس والاكتيف دايركتوري، ولكن لأنه بسبب إنه لغوا التي ام جي أو مش لغوا يعني بطل السبورت، فصار الناس تبحث على سوليوشن يربط بين الاكتيف دايركتوري وفاير وول معين او بروكسي معين. فالبي اف سنس هو افضل واحسن الخيارات، ولكن بسبب النقص في الدعم الموجود باللغه العربيه للبي اف سنس فاضطرت اعمل هذا الفيديو. طبعا في هذا الفيديو عملت سيناريو انا من عندي لشركه قائمه صغيره اساس نعرف احنا كيف نربط البي اف سنس والاكتيف دايركتوري. عملت بس كونفيجريشن للبي اف سنس وفي عندنا اكتيف دايركتوري موجود. طبعا هاي الخطوات اللي راح نعملها بالترتيب، طبعا في شغلات راح تكون قبل شغلات. ان اول شيء بدي اربط البي اف سنس بالاكتيف دايركتوري ونعمل شيك الخيار هون قبل هون، بعدين بنزل السكيود اللي هو البروكسي والفلترينج بيناتهم. هيك راح يكون ان الترتيب. نحكي اول شيء عن قصة ال HTTP فلتر وكيف احنا برضو ضمن هاي الخيارات انه نعمل HTTP فلتر. بعديها بنربط سكويد او البروكسي في الاكتيف دايركتوري عن طريق شيء اسمه الداب فلترنج او سيرش الداب. وراح نتحدث طبعا عن البروكسي ان كلاينت كيف نستفيد من الاكتيف دايركتوري عن طريق انه نعمل الجروب بوليسي، انه ننقل البروكسي عن طريق الجروب بوليسي ونختار اما ترانسبيرنت او دايركت بروكسي. طبعا في فروق كتير، في شغلات كتير راح نحكي فيها، راح اختصر كتير في هذا الفيديو لانه انت اصلا لازم تكون عارف اكتيف دايركتوري، عارف شو معنى الداب، عارف شو معنى بروكسي، عارف الخيارات تبعون السكويد لانه احنا شرحناها في فيديو اخر تقدر تشوفها برضو في السلسلة الموجودة. في شغلات رح نركز فيها اللي هي الفلترنج، اللي هي بالاخص HTTPS والمشكلة اللي بتواجه السيرتيفيكيشن الموجودة. انا بدي اورجيكم التوبولوجي اللي بدي اشتغل عليها، عملت توبولوجي صغير زي هيك. تمام، في عندنا اكتيف دايركتوري، في عندنا اجهزة موجودة داخل الدومين، البي اف سنس مسؤول عن الدي اتش سي بي وتوزيع الاي بيات، والاكتيف دايركتوري يحتوي على الدي ان اس اللي راح نستخدمه في الشبكه. طبعا في عندنا ويب سيرفر للشركات اللي بتستخدم في الدي ام زد، هذا الاي بي تبعه. تمام، الان راح ابلش في الاشياء الاساسيه واورجيكم في الفي ام وير كيف اشتغل. تمام، هاي الفي ام وير هنا، في عندنا ويندوز سيرفر 2012 عليه اكتيف دايركتوري. لو جينا فتحنا السيرفر لك عندنا انه في اكتيف دايركتوري، في دي ان اس اكتيف دايركتوري ودي ان اس، في عنا اللي هو البي اف سنس هاي الاي بي اللي عليه، عنا وان لان والاوبتيك او الدي ام زد في هاي الاي بي الموجوده، في عنا الويندوز 7 هو كلاينت مضاف للدومين، وفي عنا الويب سيرفر هو بس للتستنج يعني مش اكثر ولا اقل. تمام، على اساس نلاحظ بس اول شيء احنا كيف الاي بي الموجوده هون. اذا بتلاحظ عنا هون انه انا 10.001 كذا 2200 اللي هو 254 اللي هو ال ديفول جيتوي. تمام، طبعا هون undefined network وهذا خطأ. ليش؟ لانه في الدومين DNS لو اجينا نلاحظ ال DNS، هاي ال DNS نيجي نعمل refresh، نعمل هون احنا restart. تمام، نيجي من هون احنا نشوف نعمل بينج على بي اف سنس. تمام، لكن انه بيعمل بينج، لو اجينا نعمل بينج على جوجل. تمام، فيش بينج على جوجل. ليش؟ لانه في عندنا مشكلة في بينج، كل اشي تمام. طيب اذا خلينا نفوت على البي اف سنس نشوف. قبل ما نفوت على البي اف سنس احنا هون في نشوف الدي ان اس شو بيعرف لنا. معرف لنا انه في عندنا ويندوز 7 اللي هو هذا اسم ويندوز 7 وعندنا الدي سي. لو بدنا نضيف اللي هو عندنا الدومين اللي هو بي اف سنس، بي اف سنس 10.0.0.254 نشوف. طيب ولا فيش مشكلة، في عنا في الريفيرس اشوف موجود، هاي موجود بوينترز. طيب لو جينا نعمل بينج على البي اف سنس
سينس ما بعمل. لو جينا من هون bf sins dot dot تمام admin bf sins remember خليه ذكرى هاي البيس كونفجريشن تبعته. طبعا اول خيار راح نعمله اذا اجينا هون بيس كونفجريشن كل اشي تمام. في خيار مهم اللي هو دي اتش سي بي لازم انتبه له. نيجي على ال دي اتش سي بي، اذا بتلاحظ انه هو اصلا بيعمل اساين دي اتش سي بي، بس الدي ان اس لازم يكون عندنا اللي هو الدي ان اس تبع اللي تابع الي تمام، اللي هو يوزع على الكمبيوتر على اساس انه هم غلط. في خطا في خطا ارجع اعطينا احنا 10 واحد اللي هو الدي سي تبعنا اساس يكون كل شيء تمام. برضه بنيجي على الجنرال ونتاكد انه الدي ان اس اللي هو 10 10. بنيجي نعمل بنلغي الدي بيلزمنا الدي ان اس هون تمام، ما بيلزمني هذا اصلا. ونتاكد من الموضوع، بنيجي على الدايجنوزس لازم كل شيء تمام. هاي دايجنوزس دي ان اس لوك اب مثلا جوجل بي اس. طبعا احنا في دي ان اس هون اصلا عاملين فورورد، وجيت تيجي هون على الفوروردز انه عن طريق جوجل اللي ما بعرفه، بتلاحظ انه برد عليك عن طريق هون عن طريق هون، انه احنا اصلا الفايرول برد على التنين تمام، لانه هو اصلا هون احنا في الوان ماخذين دي اتش سي بي تمام. اللي بدنا نعمل حاليا اول خطوة انه نعمل كونكتيفيتي بين الاكتيف دايركتوري وال بي اف سنس. طيب ليش بدي اعمل هاي الحالة؟ على اساس نعمل احنا اول شيء تيستينج. نيجي على اليوزرز مانجر، نختار هون على الاوثنتيكيشن نكتب انورو تمام. اللي هي طريقة التعامل الداب، طبعا في طرق تانية اللي هي الراديوس، هاي اذا تم الوقت طبعا بنحط ال ال ال, ال, ال الادرس تبع الاكتيف دايركتوري، هذا على البورت الديفولت تي سي بي. فيش احنا اذا بدنا يتم التواصل عن طريق اس اس ال لازم يكون عندنا في سيرتيفيكيشن، وهذا الشيء طبعا اساس ما يكون انكريبتد، يعني يكون اذا تعمله اس اس ال بدك انت هون سيرتيفيكيشن، ولازم تنقلها كونفيجريشن اضافيه لها تمام. هون بيجي عندنا البيز دي ان اللي هي ديستنجويش نيم اللي هو الاوثنتيكيشن اللي انا بداخدها على اساس انه انا اعمل تيست. عاده البيز دي ان لازم احنا نعملها، يفضل لو جينا نعمل هون على يوزر جروب انه هي هايركي بيكون اللي هي دي هون، يعني انه انا بدي ابحث في كل الدومين عندي الاوثنتيكيشن تمام. طبعا انا ما بلزمني بجوز ما بعمل الانورو، بجوز انا مثلا بدي انا اعمل هون اللي هو اللي راح نشتغل عليه الديبارتمنت، بدي مثلا بس هو يوزر البي اف سنس، بقدر احط انا هذا البيس البيس دي ان. بغض النظر انت بتقدر تعملها يدوي اورجنايزيشن وانت تكتب ديبارتمنت تمام. طبعا هي وين موجوده؟ في الدي سي اللي هي انورو، في الدي سي اللي هي اورج. اساسا انا ما اتخربش في هاي الامور، بقدر انا اروح في عنا هون دول اسمها ADSI، باجي بعمل هون connected to مثلا الداب، بغض النظر مش مشكلة. اذا بلاحظ عنا هون انا مثلا بدي انا الدومين الموجود هون مثلا OU هاي او هذا بالتحديد اللي هو البيس، باجي بس بعمل properties بلاحظ عنا هون اللي هي هاي DN او البي سي، بتقدر تعمل فيو وتنسخها ولصقها اساس انت ما تهربش تمام. اللي هو البيست هسه هون ببحث لي على كل الكونتينرز، هسه حاليا ما بدي اطولها شوية مش مشكلة عندي. اللي هو وين انت اليوزرز اللي مسموح لهم انه يفوتوا يعملوا اوثنتيكيشن لازم يكونوا في اني او يو، بتقدر تعمل نفسها ما بأثر. طبعا هون بدك اياه يبحث في ال1 ليفل بس في الاو يو، ما ينزلش طبعا
ال اتش ار مثلا جوا الاتش ار، ودور في الكمبيوتر يوزرز، يعني مثلا هذا اليوزر ما بيعمل اوثنتيكيشن لانه انا عامل وان ليفل، بس اي يوزر موجود في الاورجنايزيشن ديبارتمنت هو الذي يعمل اوثنتيكيشن. تمام، اذا هو البيس بقدر اعملها اي بس الدي سي، بس انا ما بدي اياها، ما بدي مثلا الادمن. تمام، يعني انا ما بدي اليوزر الموجود في الادمن على سبيل المثال، اليوزر انا ما بدي اليوزرات الموجوده هون مثلا تعمل اوثنتيكيشن، انا بدي بس في هاي المنطقه اللي يعمل اوثنتيكيشن. تمام، على اساس هيك انا ما حطيت بس دي سي. تمام، بحكي لك هون بيكون صح، بتحط انت اللي هو اليوزر اللي بدي يعمل اوثنتيكيشن للبي اف سنس بحيث انه اعمل كيور بي اف سنس 2000 دي يوزر عامله كده تعمل باسورد تبعته. طبعا هون الباسورد بلين تكست. تمام، طيب اليوزر نيم الاتريبيوت اللي راح تكون موجوده فيش سي ان، انا ما بدور على الكومون نيم، سي ان هو اختصار كومون نيم. طبعا بتقدر انت تعمل كومون نيم، بس انا بدور على اللي هو بيسموه ثواني تحلوني اجي على الكومون نيم هو نفسه البي اف سنس هذا. تمام، بس ممكن يتغير هذا الكومون نيم عاده لما تيجي تعمل انت يوزر، هاي يوزر مثلا اجي اعمل انا يوزر نيو يوزر، بيجي عندك الفيرست نيم والفول نيم والكومن نيم بيجي مثلا كذا، ممكن هذا يتغير، ممكن لكم شيء ثاني مثلا، مثلا يكون احمد، هاي احمد، هاي موسى، موسى. تمام، لو جينا نعمل مثلا اي دوت ام، تمام، وهي باسورد، تمام، تمام، طلع انت الفول نيم. طب لو نيجي احنا نبحث على هون واحد اسمه احمد موسى مثلا، وين احنا عملنا اصلا في الاورجنايزيشن نو ريفرش، ريموف ونرد نعمله، طيب اوكي ريفرش ديليت او ثانية شو هون عشان الفائدة ريفرش. تمام، دي سي ديبارتمنت طلق عنا اللي هو احمد موسى، نيجي نعمل بروبرتيز بلاك السي نيم هو احمد موسى، ولكن هو لما يدخل يوزر نيم والباسورد بيدخل ايش الاس نيم اللي هو اللي احنا حطينا له اياه هذا، شايفه اللي هو الاتريبيوت الموجود عندنا اس سام اكاونت نيم. تمام، على اساس هيك احنا لازم نعدل هاي اللي هي اس سام اللي هو هذا ملف السام اللي بيشفر ال اليوزر نيم، هاي الاتريبيوت بقول لك الجروب، الجروب انا هو ببحث على السي نيم تبعهم، والجروب منبر اتريبيوت اللي هو اوف اللي هو منبر اوف. هيك عندنا بدور على اليوزر، هذا اليوزر هو يستخدم الاثنتيكيشن، وبقدر اي يوزر في خلال الديبارتمنت انه يفوت على البي اف سنس ويعمل منه اوثنتيكيشن. تمام، اللي موجود بس في الديبارتمنت لانه حاطين وان ليفل هسه بنتفتح ونعمل سيف. تمام، لو جينا هو مثلا كمان مرة وعملنا select container بنلاحظ انه احنا بحثنا على كل الكونتينرز اللي انا بقدر ابحث فيهم sales hr oim. تمام، بس لو جينا هون مثلا على سبيل المثال نعمل تيست صغير انورو authentication server، هاي انورو. تمام، نيجي على diagnose authentication. هسا لو جينا نعمل مثلا في الانورو على سبيل المثال HR1 في عندنا يوزر اسمه HR ما راح يعمل اوثنتيكيشن، طيب اللي هو A.M اللي هو اللي عملناه عمل لي اوثنتيكيشن. طب ال HR موجود بس لانه احنا عملنا هون ايش والليفل الموجود عندنا، جينا على اليوزر مانجر على هون بقدر انا اخلي ال HR يشتغل
عن طريق بس انه انا بعدل من 1 ليفل لانتري. تمام هيك نيجي نعمل كمان اوثنتيكيشن اساس اشوف الاوثنتيكيشن تبعتي. تمام هيعمل اوثنتيكيشن. انا كنت كتبت الباسورد غلط. تمام فهو عمل اوثنتيكيشن انه انترست. خلصنا هون الخيار اللي عملنا كونكتيفيتي وعملنا بيس كونفيجريشن. هسه بنيجي لقصه سكويد البيس كونفيجريشن والاتش تي تي بي اس فلتر. اساس نعمل هذا الحكي بدنا اول شيء ننزل الباكج عندنا. نيجي على الباكج مانجر على افيلابل سكويد سيرش. نيجي هي سكويد وين سكويد ما يكون ناس احنا مش دارين سيرفر سكويد. طيب افيلابل نرجع سكويد تحت اسفل اشي سكويد مش مبين. طيب في مشكلة بس بدي اعيد تشغيل بي اف سنس ثواني. تمام هيك انا نزلت سكويد. تمام كل اشي تمام. بنيجي على البروكسي سكويد. هاي هون البروكسي. طبعا كالعادة بنعمل انيبل او قبل ما نعمل انيبل لازم نعمل نعرف اللوكال كاش. بس مو فيش مشكلة اي شيء بدك ترجع له. في عنا احنا عاملين فيديو شرح للسكويد. بنيجي على الجنرال ونعمل شيك كل اشي تمام اللان كذا. اذا بتلاحظ لما انا اجي من اتش بي ترانسبيرنت هذا الادعم لازم انه بيعمل كل الريكوست. طبعا انا كنت شارحه موجود. هذا ما بدعم اوثنتيكيشن مع الالداب. فاساس هيك اذا بدك تعمل اوثنتيكيشن مع الالداب لازم يكون دايركت فيش ترانسبيرنت. تمام اساس انه يدعم الاوثنتيكيشن. شو الفرق بين الترانسبيرنت؟ انه انت بدك تخلي اليوزر يروح على البورت الموجود هون. فانا بعمل بورت للبروكسي بخليه على مثلا انا بورت من عندي بدي اخليه على 80 80. اوكي وهي ترانسبيرنت. تمام لان كل اشي تمام. هسا لما ادعم ال HTTPS لازم يكون في عندي Certification Authorization او Certified Authority اللي هو السيرفر المسؤول عن السيرفرات اللي بيعمل SSL Inspection. تمام بخليه نفس الاشي. هذا ما بقدر لازم اعمل Enable. طب مش مشكلة اساس هون بسيف. هون بصير عندنا سكويد. بس هذا سكويد بيمنع فقط ال HTTP او بخزن فقط ال HTTP. اساس انه ادعم ال HTTPS لازم اعمل Certified Authorization Authority من هون. بعمل بسميه على سبيل المثال Web Filter وبعمله انا بصممه. تمام نفس الخطوات. هون بحط المعلومات اللي بدك اياها نابلس مثلا نابلس نوروا admin.nurwa.org ويب فلتر. تمام اي سيف سيف. اي صار عندنا اوثوريتي. برد برجع على سيرفيس سكويد برجع. تمام كل اشي تمام هون. هي انيبل بختار الويب فلتر وبحط هون 80 80. هون مش مشكلة يعني بحط ال بيفور يعني before. تمام اوكي اذا بدنا نعمل لوجن. تمام هي اللوجن موجود خلاص نعمل سيف. هيك صار عندي انا فلترنج على ال HTTP. في مشكله عندنا هون. المشكله في ال HTTP ما بتلاحظ شيء اي مشكله بس لما ال HTTPS راح تلاحظ مشكله عندنا. تمام اذا فتحنا هون على يوزر مثلا خلينا نسوي مثال HR1. هاي يوزر من اليوزرات هو الان مسموح له يفوت على الانترنت. تمام بدون بروكسي. بس هذا حكي احنا ما بدنا نعمله على اساس انه كل اليوزرات تستخدم البروكسي اللي احنا موجودين فيه. لازم نمنع الانترنت عن طريق البي اف سنس. بدليل باجي هون عندي على فايرول على الرول على اللان. تمام وانا بتعدل بس شيء لازم يكون هذا مشيول لانه انا بستخدم برايفت انترنت برايفت اي بي.
لو تلاحظ هذا اليوزر على سبيل المثال اجى فتح الانترنت، راح يفتح عنده الانترنت لانه مباشرة بفوت على الجيت واي تبعت الانترنت. هاي بفوت انا ما بدي ابدا امنعه، لازم يستخدم البروكسي على اساس يفوت على الانترنت. تمام، لو اجى راح على مثلا على اللي احنا حكينا عنه اللي هو الويب سيرفر اللي لنا هذا، تعرفوا على ال خلينا نحطه على دي ان اس، نكتب اسمه، خلينا نحكي مثلا على سبيل المثال www 92.168.5.4.15. تمام، اوكي، لو عملنا بينج www، تمام هي بعمل بينج، لو جينا فتحنا من هون www.norwa.org راح يفتح لنا اس الويب. تمام، وهي اليوزر نفس الشيء www.norwa.org هاي فتح. طيب عشان امنعه لازم اروح انا وين اجبر انه يستخدم البروكسي تبعي على اساس انه احدد له، باجي على اللان هون عندي بالغي او بعمل بلوك لل HTTP وال HTTPS، نعمل HTTP ونعمل سيف بورد، نعمل كوبي، نعمل لل HTTPS. بس انا هون بدي الاحظ شغله، انا بدي اسمح لمين؟ بدي اسمح ل اللي هو الدومين انه يفوت على الانترنت، لانه هو عن طريقه بيعمل ابديت وبنعمل اللي هو الدي ان اس فورورد. تمام، وبنقله بحطه هون. تمام، وبعمل ابلاي استي سيف اول شيء، بعدها ابلاي. هسه بلاحظ شغله انه هو اليوزر الان مش راح يقدر يستخدم الانترنت، بيقدر يعمل بينج طبعا اي جوجل .ps اي جوجل، مش راح يعمل في عمل هي عملنا بينج، بنقدر نعمل بينج، ما بنقدر نعمل احنا بلوك قطع عشان نخليه يستخدم الانترنت. مزبوط، نيجي نعمل هون كونكشن، لازم يعمله مانيوال اللي احنا حكينا في ال الباوربوينت عندنا اللي هو انه اول خيار اللي هو المانيوال. طبعا المانيوال شو مشكلته؟ انه لازم اليوزر هو الذي يعرف يستخدم المانيوال يضيفه بايده، وهي اسهل طريقه واحسن طريقه بالنسبه للمستخدمين او الناس اللي عندهم يوزرز قليلين في الشركات القليله، انه بيجي بحط له 10 10 0 0 2 5 4 80 80 بتعلموا اياها، بتضطر انك تعلمهم واحد واحد فكل اشي بيصير عندك. تمام، لو نيجي نفتح مثلا على MCN هون مثلا راح تلاحظ انه بيفتح نوت نوت. تمام، طبعا هون انا بقدر اعمل شغلة انه انا على سبيل المثال بيجي بالفايرول بالرول بسمح لكل اليوزرات انهم يوصلوا للويب تبعي. انا عندي HTTP اللي هو الديستنيشن HTTP والديستنيشن IP اللي هو 10 اللي هو تبع الويب سيرفر 192.168.5.15 طبعا بدون بروكسي. تمام، لو اجي نلاحظ هون بيقول لك بروكسي نوت ريسبونس، ليش 80 80 صحيح بروكسي نوت ريسبونس. نجي نتأكد انه البروكسي شغال هون على سكويد مش شغال. تمام، نعيد تشغيل البي اف سنسور ونرجع. تمام، هيك اشتغل سكويد. طبعا بنيجي على نتأكد جوجل. تمام، سيرتيفيكيشن ايرور، اذا هو وصل لسكويد بس المشكله انه ما عمل سيرتيفيكيشن ايرور. اساس نحل المشكله في عندك طريقتين. الطريقه الاولى انك تنقل السيرتيفيكيشن اللي حكينا عنها اللي هي الموجوده في السي اي، ننقله عن طريق نسخ لصق
نسخ وامبورت من هون، يعني انسخ له كل الجهاز يدوي، وهي عملية صعبة جدا. او الطريقة الاسهل اللي عن طريق الجروب بوليسي، تمام. لازم ننسخ وين؟ على تراست. احنا بنعمل امبورت، نعمل له نسخ هون، تمام. فعساس هيك احنا بدنا نعمل السيرتيفيكيشن هاي الموجودة عندنا، تمام. كيف نعملها في الجروب بوليسي، واللي هي الطريقة الاسهل اللي نستخدمها. نيجي هون اول شي ننسخ السيرتيفيكيشن اللي عندنا الموجودة هون، نعمل اكسبورت، تمام، سيف، بنسيبها وين موجودة هون، موجودة في الويب فلتر على الداونلود. بنروح على الجروب بوليسي. الجروب بوليسي هاي بنطبقها على كل اليوزرات الموجودة في الديبارتمنت. بنعمل كرييت ان لينك، بنسميها سيرتيفيكيشن ايش، تمام. هاي سيرتيفيكيشن بنفوت بنعدل على الخصائص تبعتها، بنروح وين؟ على البوليسي، على الويندوز، على السكيورتي، بنروح على البابليك كي، بنروح على تراست روت، نعمل امبورت للتراست موجود هون، سيرتيفيكيشن ممتاز. هاي صارت السيرتيفيكيشن موجودة. اساسا نطبقها على الجهاز، بس بنعمل امر اسمه او بنعيد تشغيل او بنعمل لوج اوت ديت فورس، تمام. بعد ما عملنا ابديت نيجي نعمل كمان الخيارات اللي بدنا اياها. نعمل هون جوجل دوت بي اس. طبعا هون لما فتح، اذا بتلاحظ السيرتيفيكيشن عندنا اللي هي الويب فلتر اللي احنا عملناها، بدك تشوف السيرتيفيكيشن مبين انه ويب فلتر، وهي المعموله كل الديتيلز تبعتها بقدر تبين عندك انه هي اللي عملها، اللي احنا عملناها سيرتيفيكيشن باث، تمام. طيب بدنا نلغي هون. انت تقدر تتحكم طبعا في سكويد وتلغي اللي بدك اياه وتعمل اللي بدك اياه عن طريق سكويد. مثلا نلغي الفيسبوك واليوتيوب، بس خليني اشوف والله الفيسبوك شغال، لازم يكون اليوتيوب شغال، تمام. الفيسبوك شغال بس اليوتيوب مش شغال، لانه انا انه نو دي ان اس ريكورد يوتيوب. تمام شغالين، يعني بدي انا اعملهم بلوك، بس باجي هون على بلاك ليست، اعمل يوتيوب فيسبوك، تمام. باجي هيك بعمل سيف. طيب بتأكد انه كل اشي تمام. لو اجي انا كمان مرة اعمل باليوتيوب، بعمل لي انه اكسس ديناي، انت مش مسموح لك تفوت على وهي فيسبوك، تمام. هيك احنا هاي مثلا اي موقع تاني، يوتيوب مثلا، ياهو، داخل انه شغال، تمام. طيب الخطوة الاخيرة اللي بدنا اياها، احنا كل اشي تمام، بيسك كونفيجريشن سكويد، حطينا الالداب سكويد. لا هون وصلنا لهي القصة انه احنا نعمل السكويد، تمام. هون طبعا اي يوزر بيقدر يفوت على سكويد، يعني فيش اي يوزر من اليوزرات ممكن يفوت، يعدل بس ويسمح له انه يفوت على سكويد. طيب اساس احنا نخلي يوزرات معينة، انا بدي اعمل جروب، بس هذا الجروب هو المسموح يفوت على الانترنت. نيجي هون نيجي نعمل جروب جديد اسمه انترنت، جروب انترنت، وبتدخل الناس اللي في الجروب هدول ممبرز. بدي احط بس مثلا من كل واحد سي، مثلا واحد هاي سيلز، بس السيلز الموجود، وعندنا الهيلث واحد مثلا، بس هدول مسموح لهم يفوتوا انترنت عن طريق الجروب، تمام. كيف بدي اعمل اوثنتيكيشن بس لتبعون الانترنت انهم فوتوا على الجروب او ال، نروح وين؟ على سكويد، على اوثنتيكيشن، نختار الداب اوثنتيكيشن سيرفر 0001، البورت هو نفسه، بنقدر نعمل ديفولت او نحط يدوي، كل اشي تمام. هون اذا بتحط اي بي معين او سبنت ما بدنا اياها تعمل اوثنتيكيشن، يعني يعمل ايش؟ باي باس الاوثنتيكيشن ويستخدم السكويد.
الا فيرجن والدي ان اللي هي ديستنجويش نيم، هذا اليوزر اللي بيعمل كونكت للداب اللي هو البي اف سنس. طبعا اليوزر البي اف سنس اساسا عمل ديسكنتينوس تبعته بروبرتي اللي هي هاي ديسكنتينوس نيم دي ان، تمام هاي الدي ان تبعته. الباسورد تبعته تمام هيك. البيز دومين اللي بدي يبحث عنه او اللي بدي يبحث عن اليوزرات تبعته، يعني هو بدي يبحث عن وين يبحث في اليوزرات، انه يا مثلا في بس في الديبارتمنت، ما بدي انا بس في الديبارتمنت الموجودة هون، لانه اليوزر موجود هون لازم اعمل هيك. وهي الديبارتمنت هاي هيك تمام، بدي يبحث يعني في اليوزرات، رح يبحث في هاي اليوزر. اليوزر نيم اتريبيوت رح يبحث عنه اللي هو اس نيم، طبعا تمام. الداب طبعا هو عندك الداب اللي تبحث عنه، انا بدي الموجودين وين زي ما قلنا هون، احنا هي الاسداب. هو بحكي لك اي شخص موجود، اي يوزر موجود في هاي الاورجنايزيشن. لا ما بدي اي يوزر، انا بدي فقط اليوزر اساس احنا نكون بالصورة. اي يوزر موجود في الجروب، اذا انا بدي اختار الجروب اللي بدي اياه اللي هي سي ام بي اف سينس، او لا انترنت خلينا نحكي انترنت اللي هو في الانترنت. اي يوزر في الانترنت انه يسمح له يفوت على ال في الجروب اللي عندنا هون، الجروب احنا حطيناها. خلينا نشوف اللي هو بس اليوزرات الموجودة في الانترنت اللي في الجروب هاي، تمام. بدور وين في هون في الدومين هذا، واليوزر نيم هو الاس نيم، وبيبحث على الاس نيم. تمام خلينا نجرب، تأكد كل اشي تمام في الشيرورز يجي. وجينا نفتح هون مثلا، ممتاز اتش ار واحد نشوف والله مظبوط. تمام ما ظبطش. طيب سيلز واحد تمام برضو ما ظبطش، معناها في مشكلة عندنا في اختيار الخاصية اللي هون. اشوف ثواني بس اتأكد لو نيجي نحمل، يا بنختار عندنا في الدي ان في ديستنجويش نيم دي ان، بكون عندنا في خطأ في ال في اليو اي دي اعتقد هون. ثواني بس اتأكد برضو نفس الشيء، معناها في مشكلة عندنا. نخليها بس new id اعتقد، خلينا نشوف. طب خليني بس اشوف ايش الخلل بالضبط. هون في عندي خطأ في الكلام في الكتابة، اكاونت هيك اعتقد هيك اكاونت اكاونت اعتقد هيك تعرف شو اكتب اكاونت شوف والله اكاونت صحيح هيك هون اتاكد. C-O-U-N-T account name.
تمام هيشتغل. انا بس عندي خطأ في الكتاب، وهي مشكلة انك تخطأ في اي حرف موجود هون في الالداب. طيب انا هون ببحث في الاويو، انا بديش بس هون، انا بدي مثلا بس في ال خلينا نشوف سي ان اذا بزبط في اف سينس او انترنت، خلينا نحكي تمام، بدي اشوف اذا بقدر بزبط عن طريق الجروب. تمام تمام احنا عندنا السيلز حكينا، سيلز تمام. اذا في عنا مشكلة خليني بس انتبه عليها ثواني. انا بدي اعمل شغلة انه هو موجود بس جروب، لازم يكون في الجروب الانترنت. اذا احنا مش من طريق هون، لازم نعملها عن طريق الداب فلتر. ثواني اتأكد كيف ممكن اعملها. في هو المشكلة بس انه لازم يكون عندك انت سكيلز في الداب فلترز، اعتقد هيك بتكون. نعمل اند، يعني هو لازم يكون اي يوزر هو نفسه لازم يكون ممبر اوف سي ان اللي هي تبعت طبعا اللي هي انترنت. خلينا نجيبها هون كتاب بلاش خربش، اللي هو في الانترنت. هون الديبارتمنت عندنا، خلينا نعمل ريفرش بس ريفرش. في اشي هون مفتوح بيسكلي ريفرش. شو اللي فاتح انه هون سكر كل اشي، اي هيك اي ريفرش تمام. اي الديبارتمنت اللي هو لازم يكون عندنا ممبر، خلينا نشوف هيك. هيك الله اعلم لازم يزبط عندنا ممبر اوف، لازم يكون هيك اتأكد. يعني انا بدي اي يوزر يعطيني يوزر لازم يكون ممبر في الانترنت. انا اتأكد منها تمام. تمام في مشكلة سيلز في عنا مشكلة، خليني بس اشوف. تمام هيك في عنا مشكلة، المشكلة الأساسية اللي كانت عنا انه ال انه ال بي اف سنس بكيش النتيجة اللي بتطلع له. فهو مثلا انا عندي هون، خلينا اورجيكم هاي مثلا. اذا انا كبست اللي هو الدا فلتر هون، مسموح لي انه انا اي يوزر تمام جوا الديبارتمنت وهو منبر في ال في هذا ال سي ان او الجروب اللي هي انا عملت جروب جديدة، مسموح له انه يفوت على البروكسي تمام. بس مثلا على سبيل المثال الهيلث تمام، لو جينا نطلع احنا على مين اللي في الاكسس، اتش ار ار اتش ار تمام. لو اجي مثلا يوزر هيلث مثلا يفوت، حط اي يوزر سيلز مثلا ما زبط مثلا واحد تمام. هسا اذا كتبت انا مثلا شو مثلا هيلث واحد، هيلث واحد كمان مرة نجربها اساس نتأكد. بدي اضيف الهيلث واحد على الجروب اللي انا موجود فيه اللي هو هذا. لما اضيفه واحد تمام هي ضفته، هسا فعليا راح يفتح عندي الانترنت تمام. هي هيك هسا هيك لو فتحت على جوجل تمام هو فتح فكيش النتيجة. هسا فعليا لو انا اطفي واشعل يضل مكيش النتيجة لمدة 5 دقائق من الان. ليش؟ لانه احنا كاتبين هون انه TTL اللي هو الاثنتيكيشن الموجودة
هو عبارة عن 5 دقائق قبل ما يفحص أي إشي، فهو بيخلي 5 دقائق authentication على هذا اليوزر في الهيلث. يعني بعد 5 دقائق بطلب منه اليوزر الموجود. أساس أثبت لهم هذا الحكي نرجع نفوت على يوزر تاني مثلا، وليكن مثلا سيلز 2 مثلا. سيلز 2 هذا اليوزر الجديد. هذا اليوزر ما راح يقدر يفوت على راح نجرب جميع اليوزرات اللي احنا اساسا تكون هذا الكلام اللي هو احنا الاكسس بس عندنا اللي هو الهيلث 1 نلغي هذا ريموف يس وهي تمام وهي تمام. بدي احط بس يوزر واحد اللي راح يضبط معنا اللي هو هيلث 2 تمام. هذا اليوزر ايش عندنا هون سيلز 2 تمام. هسا وجينا نجرب نطلب منها اليوزر نيم والباسورد. طبعا مش حيطلب لانه اصلا احنا مش حاطين البروكسي. تمام هسا هون بطلب منها البروكسي. طيب خلينا نجرب، احنا قلنا انه الهيلث 2 بس جرب ما زبطش. ثلاث ما زبطش برضو. سيلز تو برضو تأكد. هسه احنا تجربنا هيلث تو هو الوحيد اللي يفتح لنا نت. نعمل ريمبر هلب هاي تمام، هو الوحيد اللي فتح لنا انترنت. هسا النتيجة بتضلها متكيشة لمدة هاي جوجل يس. تمام، اذا انا هيك سمحت انترنت. هسا فعليا راح يضل هذا اليوزر شغال على الانترنت لمدة 5 دقائق قبل ما يطلب هاي طلب الاوثنتيكيشن. هذا شيء ممتاز، خلينا نتأكد عشان احنا كنا كاتبين هيلث 2 طلب لما يفتح لنا انترنت. ممتاز، نطلب وطلب جوجل. شوف لنا موقع مثلا هيك تاني زي كارد برضو نفس الاشي. فإذا عرفنا انه اشتغل الانترنت. طبعا هون اس انت لازم الفكرة في الموضوع انه انت تقدر تتحكم في الفلتر الموجود هون. تمام، اذا مثلا على سبيل المثال انت بدك في جروبين مثلا، على سبيل المثال انا اجي هون اعطيكم مثال اخر. مثلا انا بدي جروبين عندي اتحكم فيهم، مش جروب واحد مثلا. هذا بدي احذفه انا ديليت. تمام، تعمل جروب جديد. جروب من جروب؟ جروب نت واحد وهي نت اثنين. جروب نت اثنين انا بدي هدول اليوزر مثلا هون بحط الصحة مثلا هيلث وهي هيلث الثاني. تمام، هذا النت اللي هو السيلز. سيلز واحد سيلز اثنين. تمام، نيجي هون على الويب فلتر، نيجي بنحكي انه نيجي نلاحظ هون انا باجي بفصلهم انه انا برد افتح كمان قوس. يعني لو انا اخذت هاي عشان اورجيكم كيف تكون وفتحت نوت باد هيك راح تكون. باجي بعمل انا كمان اور بسموه، بعمل كمان قوسين هاي اور هاي اور. بحط نفس الاشي هيك انسخ بحط هون قوس. تمام،
انه اي جروب حاول كان نت واحد او نت اثنين، نت واحد وهي نت اثنين، نت اثنين، انه اذا كان في اور هون طبعا هاي مسكرناها، اذا كان عندك جروب هون واحد تمام سكرناها، هون سكرنا الاقواس ممتاز، اي منبر تحت الـ department وفي نت واحد او نت اثنين اعطي نت تمام هيك تمام هيك 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 هسه رح يعطيني نجرب هون. طيب بس هون وان شاء الله ما نشوف ايش النتيجة ولا لا، يعني الـ HR ما رح يعطيهم نت. طبعا هون عشان مقيش النتيجة بنضطر نطلع ونفوت على يوزر اخر نشوف مثلا health هون اصلا نتأكد ان اول شي بروكسي موجود تمام. طيب اطلب من اليوزر هسا اي اتش ار 1 او اتش ار 2 ما راح يجي عليهم نت تمام. اتش ار 2 برضو ما في نت. السيلز اي واحد من السيلز هيلب تمام. هون اجى عندي الانترنت اذا بتلاحظوا هيل. طيب انا برضو بقدر اعدل انا في النتيجة هون انه انا بدي اي واحد في نت في هاي الجروب فوت على النت، بس لازم يكون مش موجود في الجروب رقم اثنين تمام. كيف يعني؟ يعني هاي انا مثلا هاي الجروبات عندي نت واحد من اثنين مثلا، نفرض هاي بدي احذف هون اتش 1 وهون نحط هاي نت اثنين تمام، وهاي سيلز 1 تمام. اذا تلاحظ انه سيلز 1 موجود في نت واحد ونت اثنين تمام. اذا انا بدي بس نت اثنين اللي يفتحوا بشرط انه ما يكون موجود في نت واحد تمام. اي يوزر موجود في نت اثنين بس مش موجود في نت واحد اللي هو فعليا كل هدول ما عدا السيلز اثنين، فهمتوا عليك؟ سيلز واحد يعني السيلز واحد هو الوحيد. هاي ديناي مثلا انا اكتب هون ديناي deny net مثلا. يعني انا مثلا اي واحد هون تعطيه نت بس بشرط انه شو يكون رينيم نت، انه ما يكون محطوط في الديناي نت تمام. طب خلينا نعمل هاي اللي بدنا اياها ثواني تمام. اساسا نعدل بس بدنا نحكي انه اول شيء النت النت موجوده في النت هون ومش موجوده بشرط انه ما يكون موجود في الديناي نت. نحط قوس، نحط قبل القوس اللي هي اشاره الابوستروفيك، فهي معناها انه انت بدي اياه يكون موجود في النت ومش موجود في الديناي نت مثلا في هيك. ونكتب سيف، نعمل هيك، نعمل بيست تمام. تأكد كل اشي تمام. طبعا عندك تأكد من الاقواس وتسكيل الاقواس واي مشكلة في الاقواس، يفضل نستخدم النوت باد بلس بلس تمام. هون تلاتة عنا، واحد اثنين تلاتة صحيح. هاي الغنيها تأكد دائما من السنتكس انه مظبوط، تلاتة
هون عندنا واحد وتحنا اثنين، صار عندنا ثلاثة أربعة خمسة، ممتاز. يجي هون نتأكد، هون إذا بطلعنا ما طلعناش بنضطر نغير اليوزر عشان نكيش النتيجة. نحط مثلا sales one. نتأكد تمام. تمام طلع لي هون ليزي. لو جينا طلعنا احنا بدنا اياه طبعا اتش ار مثلا 1 اتش ار 1 اكيد ما راح تزبط. زبط يعني في مشكلة، وانزبط تمام. خلينا نتأكد بس من الفلتر. تمام هون في خطأ عندنا في ان هون اور مكتوب، يعني اي منبر موجود في نت او مش موجود في ديناي نت. تمام لا لازم نغير هاي ل اند. تمام هسه بنسيف. هون بطلع الفلتر عندنا مزبوط، عشان هيك لازم نركز احنا الفلتر الموجود. تمام هي عملنا اتش ار هيلب. تمام فيش، ممتاز. اتش ار 2 برضه نفس الشيء. طيب سيلز 1 مش راح يزبط. تمام الوحيد اللي راح يزبط اللي موجود وين؟ اللي موجود هون ومش موجود في نت، اللي هو سيلز 2. سيلز 2 مش موجود هون. تمام هاي سيلز 2، سيلز 2 هيلب، سيلز 2 هيلب. تمام هو الوحيد اللي زبط. تمام هيك احنا بنكون شرحنا بشكل عام. اخر خطوه اللي ما شرحناهاش قبل نهايه الساعه اللي هي نشر البلوكسي عن طريق الجروب بوليسي. طبعا ما نيولي عرفنا شو المشكلة، انه لازم كل مثلا اذا كان متنقل لازم كل ما يروح من منطقة لمنطقة، او مثلا اذا كان مع لابتوب لازم يشيل البروكسي مانيوال ويحطه يدوي. واذا صار اي تغيير مثلا على بوردات او على السيرفر او على اي بيات يجب اعلام اليوزر انه يغيرها يدوي. تمام الجروب بوليسي له مساوئ وله مزايا. الجروب بوليسي انا بقدر اطبق انه البروكسي مباشر يجي على اليوزر، هذا البروكسي يطبق على اليوزر مثلا. بس شو المشكلة انه هذا يطبق على الاورجنايزيشن ولا يطبق على الجروب مثلا؟ يعني انا بدي اليوزر اصلا اللي ما عنده نت ما اعطيه البروكسي اصلا، ليش يلزمه البروكسي يحطه مثلا؟ فانا بس بورجيكم كيف بدي اعملها بسرعة. باجي انا على هاي هون على تك 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 على الجروب بوليسي بوليسي جروب بوليسي بوليسي. نيجي بنعمل بوليسي جديدة نحطها في الديبارتمنت نسميها بروكسي. تمام هاي بروكسي. يعني انا مثلا هسه اغير هون، بدي اجي عشان اغير هالشغلة بغير مثلا من 81 اساس انه نظبط الوضع. هاي مثلا فيش 80 80 80 90 مثلا. هسه كل بدك تبلغ كل اليوزرات انه غيروا 80 90، فانا لا بريح راسي وبعمل بوليسي اساس يصير اوثنتيكيشن. نيجي هون على جروب بوليسي على بروكسي اديت، نروح على كنترول انترنال او هون اعتقد لا نروح على اليوزر مش على الكمبيوتر، على اليوزر كنترول انترنت سيتنجز. بدك تعمل على اف 10 اللي هو عادة اللي هو اخر واحد بيظبط على 11 برضه. بتلاحظ هون عندك احمر يعني لا يطبق، بدك تعمله انيبل
بس اف خمسة، خمسة اف سبعة اف ثمانية، اف ثمانية بقول له بعمله ديسيبل، اف سبعة اف خمسة بس بعمل، اف ستة بعمل لك مثلا لو انا ما بدي اطبق هاي بدي اطبق هاي اف ستة، اف خمسة بعمل كله انيبل ما بلزمني. خلاص اعمله كله مثلا ديسيبل، اعمل هاي انيبل، هاي انيبل، هاي انيبل، هاي انيبل، هاي انيبل، نعمل 10 0 0 2 5 4 80 90. تمام، تقدر نفس الخطوات تعملها للتمانية وتسعة. وطبعا ما هو فيش حدا صار يستخدم تمانية وتسعة اصلا في الاكس بي، العشرة والحداش بنطبق عليهم نفس الشي وبسكر. تمام، باجي هون اذا بتلاحظ على بروكسي، فيش بروكسي، بروكسي خطأ عنا صحيح، شيش نظبطه بصير يتظبط. جروب بروكسي ابديت فورس. تمام، ضايل معنا 4 دقائق لنهاية الساعة. تمام هيك، تمام. اذا بتلاحظ لازم يكون تغير عنا وهي عمل 90. تمام، طبعا هون لانه ممكن يجي نتيجة، مثلا نروح على يوزر تاني شوف، مثلا خلينا نروح على HR1 و HR2 HR2 هون. طبعا هون نتيجة، طبعا هي هيل. تمام، اذا قلنا بس سيلز 2 اللي مسموح له يفتح انترنت. تمام، وهون المشكلة، المشكلة بتواجهنا انه مثلا كل اليوزرات هاي اللي معانت واللي ما معانت بيسبب عنده مشكلة انه ايش، انه مثلا انا معيش نت، انا HR1 انا ما معي نت مثلا، بدي افوت بس على الموقع اللي مسموح لي افوت عليه مثلا اللي هو الداخلي. هذا مكيش النتيجة لسه، الكروم ما بكيش اعتقد النتيجة. طلع ممتاز، يعني انا مثلا افوت اضلني انا طلع الرسالة المقيتة هاي واعمل www.onorwa، هذا لازم ما يفوت عن طريق البروكسي. تمام، لو انا اشيل البروكسي بفوت عندي الانترنت لانه يعني انا فايت على موقع الشبكة. تمام، هاي اللي هي المساوئ انك انت تعمم البروكسي على الجروب بوليس، يعني انه انت بتطبقها على الناس اللي مش من صلاحيتهم نت، وهي مشكلة بتواجهنا. طيب والاوثنتيكيشن بتم، يعني ما بقدر هو يستخدم، لو جيت مثلا انت على خيارات الاكسس مثلا اللاو سب نت انستريكت باند هوست وايت ليست اللاو تو يوز ذات اللاو تو يوز ديستنيشن تو ذا يوزر ما اللاو تو يوز، يعني لو احنا حطينا مثلا في المثال اللي هو احنا اللي بدنا اياه 10 ما راح يزبط، 9 2 1 6 8 5 4 15 مثلا الديستنيشن دومين نشوف هل بزبط. هاي هيك، هاي دروب بوليسي، هذا اللي يعطيني الرسالة المقيتة تبعته. نشوف جربنا هيك مثلا www.norwa.org راح يعطيني الرسالة وما راح اقدر افوت على www الا لما اشيل البروكسي. وهيك w، تمام هي اشتغلت. فاحنا لازم اذا في طريقة انه احنا ننشر عن طريق الجروب بوليسي، بس انت في هاي الحالة لازم تحط اليوزرات اللي بدك تنشر عليها عن طريق الجروب بوليسي تحطها في اويو، لانه الجروب بوليسي يطبق على الاويو. في الحلقة القادمة ان شاء الله
رح نتطرق لإشي اسمه سكويد، اللي هو نعمل فلترينج للناس اللي إلهم نت بتصنيفات محددة، ونتطرق لبروتوكول اللي هو البروكسي، نشر البروكسي عن طريق الشبكة. تمام، يعطيكم العافية، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو اللي عملته. السلام عليكم.